عسلم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير، ان شاء الله رمضانكم مبروك وينعاد عليكم بالصحة والعافية. معاكم رامي تابوبي من ناتي جينيريشن، رجعت لكم في فيديو جديد. فيديو اليوم مش نحكيه على أهم خمسة نصائح رمضان، وهذه أول فيديو في السلسلة متاع رمضان. مازالوا برشا فيديوهات أخرين مش نحكي على الماكلة، مش نحكي على المكملات بالتفصيل، شنو المكملات المهمين، كيفاش تستعملهم، مش نحكي زادة على الانترينمون، أنا هو أحسن وقت للتمرين، وزادة أكثر الأخطاء الشائعة اللي تصير في رمضان. دونك نبدأ بأول نصيحة اللي هي تقسيم الوجبات. لازمك تقسم ماكلتك على وجبات صغيرة كل ساعتين في الفترة ما بين شقان الفطر والسحور، سواء كنت تحب تزيد في الميزان أو تنقص في الميزان، بالطبيعة الفرق في الكمية. علاش كل ساعتين؟ بالنسبة للي يحب ينقص في الميزان باش يخلي معدل الحرق متاعو عالي، وبالطبيعة باش تكون نسبة الكربوهيدرات والدهون أقل من نسبة البروتين. بالنسبة للي يحب يزيد في الميزان، كيف كيف كل ساعتين يلزمو ياكل وجبة. الوجبة هذه تكون متكونة من كربوهيدرات ودهون، بطبيعة باش يكونوا أعلى من نسبة البروتين في الوجبات متاعو. مثلا تنجم تعمل ديت شيكر، شيكر هذو يكونوا فيهم بانان، حليب، سكوب واي لو كان عندك، كاكاوية أو زبدة كاكاوية، وهذو يخليوك توصل للكالوري اللي أنت تحتاجهم. وبطبيعة الحال يلزمك تعرف وتحسب احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية، سواء حبيت تنقص ولا تزيد في الميزان. النصيحة الثانية، يلزمك تبدل قوة وشدة التمرين اللي تخدم بيهم في الأيامات العادية. مثلا أنت متعود على ريتم تترينها 5-6 أيام في الجمعة، شدة التمارين تكون عالية. مثلا البرنامج متاعك يكون فيه برشة تمارين مركبة وإلا دي ميتود كما السوبر سيت، الدروب سيت وغيرهم، أو حتى لنومبر دو سيري ونومبر دو ريبيتيون يكونوا عالي. الطرق هذه تتطلب طاقة ومجهود كبير، والوضع في رمضان يختلف على الايامات العاديه. اغلب الوقت بدنك ما هيش دخلت له كميه متاع سوائل ومغذيات، وهذا ينجم يعرض بدنك لحاله متاع ضعف. علاش يلزمك تنقص في الانتنسيتي تاع التمرين؟ لانه بكل بساطه يكونوا مخازن الجليكوجين فارغين، او بلغه اخرى مصادر الطاقه متاع العضلات. اذا كان باش تترين بنفس الانتنسيتي اللي ترين بها قبل رمضان، هكاك ما فماش انرجي كافيه، وبدنك ماهوش باش يلحق يشرجي مخازن الجليكوجين حتى لو تترين بعد شقان الفطر. وزاد انه ينجم بدنك ما يتحصلش على كميه الماء اللازمه، وتفقد المرونه لشده التمرين، وهذا الله لا يقدر ينجم يسبب لك اصابه خطيره. النصيحه الثالثه، دخل الكميات اللازمه لبدنك من البروتين. اغلب الوقت وانت صايم بدنك يكون معرض لدرجه كبيره للهدم العضلي. باش نتجنب خساره العضلات لازمنا نوفروا الاحتياجات اللازمه من البروتين في وقت الافطار. باش تسالني على الكميه اللازمه، هي بالطبيعه تفرق على حسب عمرك، حسب الكتله العضليه اللي عندك، حسب ميزانك، وزاد على حسب شده التمرين ولا البرنامج اللي انت تمشي به. باش تعرف الشيء هذا، عندي فيديو على اليوتيوب او الانستغرام اسمه معلومه في دقيقه البروتين، وتلقاو في الفيديو برشا حاجات مهمه كيما مصادر البروتين والكميه اللازمه. نصيحه رقم 4، لازمك توفر مصدر معقد للكربوهيدرات ومصدر بطيء للبروتين في السحور. لازمنا زادة نعرف الحاجات اللي لازم ناكلوهم يعطيونا الطاقه كافيه ويحافظونا على العضلات طول وقت الصيام. فترة الصيام طويلة، تقريبا صوموا في 15 ولا 16 ساعة، ولازمنا نخليه البدن في أقل فترة ممكنة من احتياجه للمغذيات. ظهر لي ما فهمتنيش، ركز معايا، لازمنا ناخذوا مصادر متاع كربوهيدرات وبروتين هضمهم بطيء، باش نخليه البدن عنده أكثر وقت يستفيد فيه من المغذيات طول وقت الصيام. لذا يلزمك تاخذ مصدر متاع كربوهيدرات معقدة كيما الشوفان، البرغل، الدرع، البسيسة، وبالطبيعة تردوا بالكم البسيسة اللي تكون ما غير سكر، وتكون أغلب مكوناتهم من مصادر معقدة، معناها كيما القمح، كيما الحمص، كيما الشعير، وأي مصدر آخر تاع بقوليات، وهذم يطلبوا أكثر وقت للهضم مقارنة بالكربوهيدرات البسيطة. وبالطبيعة نفس الشيء للبروتين في السحور، يلزمك توفر مصدر بطيء الهضم كيما الريجوتا، ولو كانت نجم مثلا مكمل الكازين، وهكا نجمو نتجنبو خساره العضلات، وتكون عندنا الطاقه الكافيه باش نمارسو مهامنا اليوميه في فتره الصيام، وزاده ينقص الاحساس بالتعب والجوع. النصيحه الخامسه، شرب كميات كافيه من الماء في وقت الافطار. الماء مهم برشا باش البدن يقوم بوظائفه الحيويه الكل، لذا يلزمك تكون حريص على شرب الماء في الفتره ما بين شقان الفطر والسحور. خاطر اكبر كارثه لو كانت تعدي شهر رمضان الكل وانت تشرب في كميات صغيره متاع ماء. بدنك على طول وقت الصيام باش يفقد كميه كبيره متاع سوائل، سواء في العرق والا في البول، وزاده من التمرين. والشيء هذا كيف ما حكينا ينجم يسبب لك اصابه في التمرين حتى لو تترينا بعد شقان الفطر.
ينجم بدنك يتعرض للجفاف، والشيء هذا يسبب برشا مشاكل كيما الدوخة، الإرهاق، وجيعة الراس، وألم مفاصل، وفما حتى حاجات أخطر. أقل حاجة يلزمك تشرب إترتين نتاع ماء في الفترة ما بين شقان الفطر والسحور، ويلزمك زادة تعرف كيفاش تقسم كميات نتاع الماء، ما تشربش كمية كبيرة نتاع ماء خطر كيرشك تتعبى وما عادش نجم تاكل. لذا يلزمك تكون ذكي وتعرف كيفاش تقسم الكمية نتاع الماء بالباهي. وزادة تنجم توفر سوائل من العصيرات الفريشكة، وبالطبيعة من المستحسن تكون بلاش سكر. وهكا نكون وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من النصائح اللي قدمتهم لكم. استنوني إن شاء الله في الفيديو الجاي اللي باش نحكيوا فيه على أكثر 5 أغلاط يصيروا في رمضان. هيا ما تنساش عاد باش تعمل جيم كومنتير وتبارتاجي الفيديو مع أصحابك باش هما زادة يستفادوا من المعلومات اللي قدمناها. في الأمان.